السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتابعين الأوفياء لهذه القناة. في هذا الفيديو سأجيبكم على سؤال طرحه بعضكم في التعليقات. السؤال هو: هل هذه الأطر المرجعية التي صدرت حديثا وهي الأطر المحينة، هل هي خاصة فقط بالمتمدرسين أم أنها تشمل كذلك المترشحين الأحرار ديال السادس ابتدائي والثالثة إعدادي وكذلك ديال الباك؟ فهذا السؤال هذا طرحته على بعض المسؤولين في المديرية وكذلك المفتش، فكان الجواب أن هذه الأطر المرجعية المحينة هي فقط خاصة بالمتمدرسين. بالنسبة للأحرار انتم غتخدموا بالأطر القديمة اللي كانت شحال هذه قبل ما يكون هذا التحيين، فيعني مثلا بالنسبة للثالثة إعدادي فعندكم الدروس ديال الدورة الثانية كامل، الدروس ديال الدورة الثانية كامل، وكذلك بالنسبة للمترشحين ديال البكالوريا راه عندهم حتى الدروس خاصة بهم، وكذلك ديال الابتدائي. إذا هذا هو الجواب ديال هذا السؤال، ونتمنى نكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.